مرحبا، كيف حالكم؟ انا عمو مروش، اجد لكم فيديو حلو جديد من روضة العلياء. احنا اليوم هنطلع مشوار مع بعض، خليكم معنا لاخر الفيديو. وهينا جينا وصلنا عند عبد الحكيم من لطيفة نص رمضان، بس نعمل فيه مقلب كمان شمال شوي. خليكم معنا لاخر الفيديو. اجينا عند دار عبد الحكيم ما لقيناهوش، كان يستنانا على الباب واحنا طلعنا فوق وهو بدور علينا، هو بدور علينا يمكن تحت مش عارف. بدنا نعمل له مفاجاه، نعمل له بخ، انت تخبى تحت الدرج. انا ما بدريش يا اخويا. اجري يا اسرع اسرع يا حبيبي اسرع. اجى عبد الحكيم وهيو تعال عبد الحكيم هذا جبنا لك مفاجأة حلوة. ليش؟ مفاجأة حلوة. بطيخة. زي ما هو عمل فينا مقلب دوري. إيش هو الهدية؟ شوف. واحد. اثنين. شوف. غمض عليك. اثنين. ثلاثة. فتح. واو. فاضي. ما أنت عمل فينا مقلب قبل شوية. ودين. لا خذي. يا حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو 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 يا حلو. شو قال لك صغير في الروضة؟ هذا في المدرسة كان عندنا بس هذا الصغير. بالعكس يعني مش كبير. لما صغير في الروضة. يبقى مش إلك الفانوس تاخدوش. فكر. كل عام وانت بخير عم فنان. يلا شو بتقول في الروضة؟ حلو يا حلو. حلو يا حلو. رمضان كريم يا حلو. يا سلام. يلا اطبخ لنا واحدة. بس أنت يا محمود طبخ الطبقة. واحدة بس مروش وريك ايه يا مروش؟ الواحد بيطبخ لونها لونة طلع كيف بيتها اوه بتطلع هيك بلونة كبير. هات اجرب كمان مرة لونة لونة. اول اشي عبت الكريم. واو ايه يا مروش؟ ايه شي عملت لونة لونة خربتها. ايه يا مروش لونة لونة ايه يا الأطبخ لونة لونة؟ واو شطور يا مروش. وين حتى العمو؟ مع السلامة عجبناكم وكل عام وانتم بخير. عجبناكم احنا كنا مع بعض جماعة هيك رح نطلع الكاميرا ونعمل ايش؟ كل عام وانتم بخير بوالي. كل عام وانتم بخير. واحنا جينا عند عبد الحكيم وعطيناه فلوس الحلو. واستنونا بتمام فيديوهات تانية جديدة. مع السلامة. باي.